عشان نعرف اكتر ونتكلم اكتر عن الجائزه دي ونعرف اخبارها ايه. معانا سهيله وفيق عبر السكايب. اهلا بيك يا سهيله. اهلا بحضرتك، ازيك عامل ايه؟ يمكن يا سهيله لو تفتكر يعني من 3 4 سنين انا يعني كان ليا الشرف طبعا ان انا استضفتك، وانا يعني كنت من الناس اللي توقعت لك مستقبل كبير، لان كنت برا قد ايه انت بتبذلي مجهود وعندك عزيمه وعندك اراده. فالحمد لله اصبح التوقع حقيقه، يعني انت ما شاء الله بتادي اداء كويس في دوري الجامعات. بنبارك لك الاول على الجائزه. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، شكرا قوي والله يعني على دعمك ليا. دي حقيقه انت كنت موجود من 3 4 سنين ما كنا اتكلمنا ان انا نفسي اعمل حاجه، يعني الحمد لله ده حصل. وخلي بالك يا سهيله يعني الجائزه دي برضو يعني الحمد لله تترجم مجهودك. كلمينا عن الجائزه، كان كام فرقه مشاركه، يعني انت خدتي الجائزه دي على كام فريق، يعني عرفي الساده المشاهدين اكتر بالجائزه اللي انت خدتيها. الدوري بتاعنا عباره عن 40 فريق، احنا لعبنا بالظبط 40 ماتش للدوري نفسه، كسبناهم الحمد لله كلهم لحد الفاينل، وصعدنا للان سي دبليو اي تشامبيونشيب. دي احسن بطوله في امريكا، كل اول دوري بيخش البطوله ديت. البطوله دي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. بس انت خدتي احسن معده على 40 ماتش، صح ولا انا غلطان؟ احسن معده ما شاء الله، واحسن ارسال احسن معده واحسن ارسال. صحيح، يعني يمكن انت كمان بتصلح لنا الخبر، متشكرين يعني. كان بس مش بس دي حاجه تسعدنا، يعني يمكن في حاجه نسيها تانية ولا حاجه برضو ولا احنا نسينا. طيب وخليني اقول لك، انت لما رحت الجامعه دي يا سهيله انت رحتي وكانت ترتيبها متاخر جدا، يعني برضو عرفينا الحته دي، انت رحتي وكان الفريق ما بيشاركش في النهائيات بشكل منتظم، صح ولا انا غلطان؟ دي حقيقه، احنا السنه اللي فاتت شاركنا في، وصلنا للنهائي، ودي كانت اول مره تحصل من 2012. والسنه دي احنا كسبنا الدوري، ودي اول مره تحصل في تاريخ الجامعه. وكان يعني احسن ترتيب هم خدوه، كان بيتهيالي يعني 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 ترتيب متاخر بيتهيالي وانا غلطان. بالظبط، كان ترتيب كان خامس، ده كان احسن ترتيب تقريبا هم خدوه. صحيح، ويمكن وجودك معاهم اداهم دفع كبير، وبرضه انت مش لوحدك هناك، خلي بالك انت معاكي نور ياسين طبعا زميلتك في النادي الاهلي، وبتلعب معاكي في دوري الجامعات، في الاختين معوض اللي موجودين هناك مع على تواصل معاهم ولا لا؟ على تواصل. طب وهم في النهايات في حد منهم تأهل؟ لحد دلوقتي لسه النهائيات بتاعت نورا ما اتعملتش اعتقد. ندى ونورا مش في نفس ال ان سي دبل اي او الاتحاد بتاعنا، هم في اتحاد تاني، بس هم اتأهلوا برضه لبطوله تانيه. طب كويس، ونور بتلعب معاكي في نفس الاتحاد؟ نور بتلعب معايا في نفس الاتحاد بس مش في نفس الدوري. تمام، بس هو ممكن لسه الدوري بتاعها لسه النهائيات بتاعته اعتقد الاسبوع الجاي. طب وممكن تتأهل، بتهيألي عندها فرصة تتأهل. عندها فرصة تتأهل. طب قولي لي، يعني انت مش نازلة مصر قريب ولا حاجة، ولا هتخلصي الموضوع ده امتى؟ اول ما اخلص البطولة بتاعت ان سي دبليو اي ديت ان شاء الله هنزل. دي أجازة، إنما الأكاديميك لسه شغال، صح؟ الأكاديميك لسه شغال للأسف. طيب والماتشات دي هتخلص قبل الكريسماس، يعني أيادي كريسماس الولايات المتحدة الأمريكية شبه بتبقى قافلة. بالظبط، إحنا هنخلص البطولة دي كلها قبل الكريسماس، قبل يوم 25/12. وهتنزلي إن شاء الله أجازة، يعني المفروض الكريسماس تقضي هنا. مفروض. طب قولي لي برضه، انا عايز اسالك برضه، نعمل كده. طب سهيله قولي لي، يعني في دوري الباسكت بيمنع اللعيبه ان هم يلعبوا مع فرقهم هنا، هل الفولي فيه الكلام ده ولا لا؟ بيبقى على حسب الاتحاد، بيبقى لازم تاخد موافقه من الاتحاد هنا ان انت في اجازه او حاجه، وان انت النادي مثلا بتاعك في بلدك عايز تلعب معاه او كده، او ان في بطوله معينه انت عاوز تشارك فيها، وبيتوافق عليها منهم او لا، بيبقى على حسب هما. طب انت السنه اللي فاتت لما لعبتي معانا الكاس كنت جايبه موافقه سهيله، صح؟ كنت جايبه موافقه رسميه. انت اللي بتقدميها ولا النادي اللي بيبعتها؟ احنا الاثنين. لازم بيبعتوها، يعني انت من طرفك ومن النادي، عشان يبقى برضو يبقى الموضوع الدوكيومنتيشن مظبوط، موضوع رسمي. بالظبط. والموافقه بتيجي بعد قد ايه غالبا؟ بعد اسبوع او اسبوعين، لما بيتاكدوا من كل حاجه وبيتاكدوا ان الموضوع سليم والدنيا ماشيه، يعني بيوافقوا.
معلش انا بطمن عشان انا يهمني برضو تيجي تلعبي مع النادي الاهلي. يعني برضو نطمن على فرقتنا. انا نفسي انزل مع النادي الاهلي، هم بجد وحشوني كلهم جدا يعني. بيكلموكي بيتصلوا بيكي كابتن حمدي الصافي معاكي على التليفون؟ على طول كابتن حمدي كان بيطمن عليا تقريبا يعني ربع نهائي ونص نهائي والنهائي ده، كان كل يوم بيكلمني يعني يطمن عليا بجد. يمكن ايه الشايمي منزله لك بوست من يومين كده برضو يعني بتبارك لك على الجايزه. دي حقيقه. الفرقه كلها بصراحه نزلت لي، انا بجد يعني مش عارفه اقول لهم ايه غير ان انا بجد بشكرهم جدا، لان مفيش واحده فيهم ما كلمتنيش او نزلت لي حاجه مباركه او حاجه على ان احنا كسبنا الدوري هنا. طب سهيله بقى ما ينفعش بسرعه قبل ما اختم معاكي، انت عارفه مبدانا يعني ما لازم اسمع صوتك قبل ما نقفل الفقره، بس عايزك تغني لي حاجه عن مصر. يعني ايه؟ يعني انت اكيد يعني مشتاق لبلدك، حاجه حافظه حاجه مثلا لشاديه لاي فنان يعني في حب مصر، حافظه حاجه ولا لا؟ يعني يا ريتك كنت قلت لي من بدري بس للاسف لا. يا شاديه، طب اغنيه شاديه المعروفه مش حافظه للاسف. لا هربت منك، معلش. طب بصي بقى وعديني ان شاء الله المره الجايه نعمل مداخله، بس انت تجهز لنا حاجه بقى طبعا، لان بصي اللي بيغني هو بعيد عن مصر بيغنيها بحب وشوق، فبتبقى المشاعر بتبقى حلوه. خلاص انت المره الجايه وعدينا ان شاء الله تبقي مجهزه حاجه ونسمعها بصوتك، لان انت بتغني كويس جدا، نسمعها بصوتك المره الجايه في حب مصر ان شاء الله. اوعدك ان انا هحفظ حاجه لمصر وهغنيها لك ان شاء الله. سهيله وفي طبعا نجمه النادي الاهلي ونجمه دوري الجامعات الامريكي للفولي بول، بشكرك من سكايب عبر من امريكا عبر السكايب، بشكرك شكرا جزيلا.